هذه المشاهد للجمال وللفن التشكيلي نختتم حلقة شروق صباح الشروق لليوم، والتي ابتدرناها بحديث عن ملتقى السودان الزراعي في دورته الثالثة وما يمكن أن يقدم من خلال هذا الملتقى الذي سينعقد في 20 من هذا الشهر. وارتحلنا في مساحات سودانية مختلفة لننقل الإرث الثقافي السوداني ويفتح الأبواب على جوانب مختلفة لنبض الصباح في ولاياتنا المختلفة. انتقلنا إلى جنوب كردفان ونقل الموروث الثقافي في جنوب كردفان وفي بلدنا حلوة جوانب مختلفة للسياحة في السودان. وكذلك كان حضور معنا من منتدى الصادق الياس المسؤول الإعلامي للحديث عن هذا التكريم غدا للرموز المبدعين في الجريف غرب، ومعرض الكتاب الذي سيفتتح اليوم بدار فلاح والمعرض التشكيلي. ودائما صباح السبت نتمناه أن يكون بداية إيجابية ليوم موفق وأسبوع موفق للجميع. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله. أبا ما أبويا ما بقول لي يا أبا، وسرج ما سرجي ما بركب فوق بنكبا. نحن دي عيال رزق ورزق أبونا، رزق أبونا وركوب الخيل، ركوب الخيل دارت لهونا. يوم شدينا فكنا السروج هن الفازرن، ويوم ربطنا لهن الغرد هن الطامرن، ويوم خدينا فكنا الجمال هن كضمن صدمن. وكيف حالكن يا الخيل من جدول الليل، وكيف حالك يا الدبيب من ضلاك الخيل. عيدان القنا يوم ديل لا جندل، مخاريق الرجال مخاريق الرجال بدم مجيل الطير. وتبكي أما حزنانة ليه، هديك سنت الله مقسومة ليه. تبكي أما حزنانة ليه، هديك سنت الله مقسومة ليه. حكا ما الزغري دليه، حكا ما الزغري دليه، الرجالة قدرنا we
وانت السرب